تقلايب معك 10 الليل ولا 9 الليل وهي هكبالك هكبالك حتى 10 الصباح والراجل ناعس. لا هذوك هذوك بزاف اكزاجيري بزاف كيبالغوا، لان ديما الاعتدال الوسطيه في اي حاجه بغيتي تنجح فيها ما يكثرش. الا بغاو هذه يكون شي حاجه محترمه جوج سوايع في النهار كافيه الله يجعل البركه. جوج سوايع في النهار جوج سوايع الله يجعل البركه. الاول الا درتي واحد التوقيت ودائما يدخل عندك الناس نفس التوقيت وكان عندك محتوى جميل محترم راه جوج سوايع راه كافيه. شنو المحتوى اللي كدير دابا سيمو؟ انا تندير كوميديا ودرت واحد المحتوى سميتو اخبار تيك توك، تنحاول ننتقد هذوك الناس اللي تيديروا التحديات السلخ والجلد اللي كيديروا كتكون فيهم تساديه والمشاكل تيديروا. هذا كاين شي صوت تيك توك؟ كاين في تيك توك وهذه راه معروفه وهذه راه مساله خطيره جدا فريت لي مازوشيزم ولي ساديزم ولا حتى في تيك توك. كاين لان من بج الداعم تيقول لوحده ديري مثلا ديري هي الفاخر وحطي شي حوايج في الجسم ديالك باش يدعمها هذه راه ساديه وكتستمتع بهذاك الشيء فهمتي؟ هي ما تتعرفش هي مسكينه تتبغي الدعم 200 درهم 1000 درهم يجي تدخل وما تتعرفش شي حوايج راه خطير. يعني دابا ولاو هاد الداعمين خطير على ولادنا هذاك الشيء خطير على الابناء على الناشئه. هاد الداعمين ولاو كيطلبوا اشياء اللي كتدخل في الساديه وفي الماء حتى هي بعض المرات كتكون هي مازوشي عزيز عليها دير هذاك اللي غدير نتايا الفاخر ولا تتاكل ولا تتعذب راسك وما تيبغيو يعذبوها تقول لها عذبي باش الداعم يدعمني هو اللي بغى الداعم قالت له هذه راه هي هذه راه مشكله بزاف. وانا انا عن قصد جبت الكلمه الساديه باش ننبه الناس لان يعني الناس كتشوفها ما عارفينش وهما تيديروها وما فاهمينهاش. سبح الله والفقر كتقول لك انايا ردوا بالكم اش غادي نخسر كاع الا عمرت راسي بالفخر. ردوا بالكم لا وعاد خلي هذاك اللي كيقول لك انا كسرونا انا شنو هي هذيك؟ شنو المعنى ديالها هذي؟ لا حتى شي عام انا طنجره انا دوش انا شنو المعنى ديالها؟ انا سمكه انا شنو المعنى ديالها؟ ما عرفتش. انا انسان تيبغي يتجرد من الانسانيه ديالو من الاخلاق ديالو وتيمشي للجماد ولا تيمشي للحيوان عزكم الله باش من اجل الدعم ومن اجل اثاره الانتباه الاخرين. يعني كاع هاد الفضائح اللي كنشوف في تيك توك هي ما هو ما عندوش هي مطالب اللي كيطلبوها الداعمين كيكزيجيو عليهم باش انه يعطيه واحد هادو في التحديات. نعم في التحديات صحيح هذا تيقول ليه هو تتقول ليه باش بغيتيني نحكم. دابا هي ملي كتربح التحدي هي راك غالبا تيكونوا هذوك اصدقاء مفاهمين باش نبين للجمهور راك كي لعبوا التحدي راهم اصدقاء عندهم تليفون في الواتساب تيقول اجي ندخلوا بجوج باش نضحكوا على الناس ونقولوا بدا تعايريني وانت تعايريني. هذاك الشيء اللي كنا كنشوفوا واحد الوقت على كومبا وانت ما تتعرفش وانا تصيد في القضيه اي ما وانت كيحسب لك راه فعلا خصها تربح وكتبقى دعمها هما راه اصدقاء بيناتهم اللي تنسالي تقول لها شحال دخلتي ولا شحال دخلتي تيدير بروغرام الغد عاوتاني نفس المشكل. هذه يعني حرفه حرفه هادشي دابا نتوما كنت شفتو بزاف ديال الحوايج. حنا راه 3 سنين ولا 4 سنين. شنو كان شي طلب غريب اللي تطلب منك شي مره ماشي وحده؟ شي حاجه شي وحده اتصلت بك باش تدعمها؟ كاينين دابا في الخاص دابا هما تيشوفوا الليفل دابا تيعرفوا وانت شحال ماما لينا؟ ليفل 38 ولكن عندي 3 في الحسابات. عندها 3 هذه الخاص اكثر مني.